دائما بسم الله نبدأ. نرحب بكم في هذه الدروس لشرح مقرر تنظيم حاسبات 1. بحمد الله وصلنا إلى الباب الرابع والأخير في هذا المقرر، وهو بعنوان Programming the Basic Computer. في هذا الباب نستعرض بعض المعلومات عن برمجة الحاسب. نبدأ الدرس الأول في هذا الباب لنتحدث فيه عن موضوعين. أولاً Basic Computer Instructions، حيث نذكر بأهم التعليمات التي ينفذها الحاسب الرئيس. ثانياً Program Categories، نشرح بعض أنواع وتصنيفات البرامج المختلفة المستخدمة في الحاسبات. نبدأ بالموضوع الأول Basic Computer Instructions، وفيه نذكر بأنواع التعليمات المختلفة. هنالك ثلاثة أنواع من التعليمات في الحاسب الرئيس، وهي Memory Reference Instructions، Register Reference Instructions، و Input Output Instructions. هذا الجدول يوضح التعليمات من النوع الأول Memory Reference Instructions، وعددها 7 كما ذكرنا في درس سابق، وهي تعليمة الأند والآد واللود والستور والبرانش unconditionally والبرانش and save return address وincrement واسكيب if zero. ورأينا كيف تنفذ هذه التعليمات في حالتين، في حالة إذا كانت العنونة مباشرة وهنا i equals zero، و i هي البيت رقم 15 في التعليمة، أي البيت الأخيرة إلى اليسار. إذا كانت i بصفر فالعنونة مباشرة، وتكون عملية الأند تبدأ بالصفر، وعملية الآد تبدأ بالون، وعملية اللود بالتو، عملية الستور بالثري، عملية البرانش ان كونديشنال بالفور، وعملية البرانش ان سيف ريتين ادريس بالفايف، وعملية الانكريمنت ان سكيب اف زيرو بالستة. وباقي البيتس هذه XXX بمعنى don't care لعدد ال 12 بيتس في التعليمة، وهي التي تنقلنا لمكان في الذاكرة. أما إذا كانت العنونة غير مباشرة فتبدأ الأند بالثمانية، والآد بالتزعة، واللود بالA، والستور بالB، والبرانش ان كونديشنال بالC، والبرانش ان سيف ريتين ادريس بالD، والإنكريمنت ان سكيب اف زيرو بالE. هذا كله في الهكساديسيمال كود للتعليمة، وشرحها أمامكم في العمود إلى اليمين. دائماً عمليات الميموري ريفرنس إنستركشن تتم بين محتويات الأكوميليتر ومحتويات الداتا ريجستر. النوع الثاني من التعليمات في البيزك كمبيوتر إنستركشن هو الريجستر ريفرنس إنستركشنز، وهذه تعليمات تتم على محتويات السجل، وكلها تبدأ بالرقم 7 كما نلاحظ في الهكساديسيمال كود. التعليمات هي clear accumulator أو clear هذا الفليب فلوب E، أو complement accumulator أو complement محتويات الفليب فلوب E، وهكذا إلى باقي التعليمات. النوع الثالث من البيزك كمبيوتر instructions هو تعليمات للتعامل مع منافذ الإدخال ومنافذ الإخراج، وهذه نسميها Input Output Instructions. وكما شرحنا في درس سابق، هذه إما تستخدم للتعامل مع مدخلات بواسطة الكيبورد مثلا كمنفذ من منافذ الإدخال، أو لإرسال بيانات إلى البرينتر مثلا كمنفذ من منافذ الإخراج. جميع هذه التعليمات تبدأ بالF، هكساديسيمال F كما نشاهد. هذه التعليمات هي Input Character to Accumulator، Output Character from Accumulator، Skip إذا كان هنالك Input Flag، وSkip إذا كان هنالك Output Flag، وInterrupt On وInterrupt Off. وهذه تحدث للتعامل مع منافذ الإخراج والإدخال أو الـ Input Output Terminals. وإلى اللقاء في الدرس القادم.